لي هند في عمري 26 سنة، وأنا هي البنت الوحيدة عند والديا. كنبغي خدمتي بزاف بزاف ومتعلقة بيها بشكل كبير، حيت فيها كنجبر راحتي وسعادتي لأنني عملتها عن حب وعن شغف من البداية. هاد المهنة قربتني أكثر من مواشيع الناس وخلاتني نحمد ربي ليل ونهار على نعمة الصحة. وفي يوم لقاني الله بشخصية مصابة بالسرطان. عارفها الآن كتشوف هذا الفيديو، ومتأكدة ومتيقنة بلي غادي تكون فرحانة بزاف، حيت تجربتها وقصتها مع المرض اللي غادي نعاودها لكم اليوم غادي تعطي طاقة إيجابية للعديد من الناس المصابين. فهي كتقول بزاف ديال الناس كيسمعوا السرطان كيخافوا، حتى يقولوا أيامي معدودة في هذه الحياة. ما عرفتش علاش دائما كلمة السرطان مقرونة بالموت. السرطان يا إخوان مرض في حال جميع الأمراض، لازم نتقبلوه ونتعايشوا معاه وما نخليوهش يهزمنا، حيت إرادتنا وإيماننا بالله قوة من كل شيء. القصة مازال ما سالتش يا رفاق. فهي كتقول أنا كنت إنسانة طموحة بزاف قبل المرض، لكن اكتشفت أن طموحي زاد 10 ديال الأضعاف بعد اكتشافي للمرض ورحلتي الطويلة معاه اللي دامت 5 سنوات. 5 سنوات يا سمر ماشي سهلة. 5 سنوات ديال الكفاح، 5 سنوات ديال القتال اللي حققت فيها 75% من أهدافها وطموحاتها، بمعنى ما خلاتش المرض يهزم أو يوقف حاجز مانع أمام حلمها اللي كانت كتطمح ليه ملي كانت مازال صغيرة. وهذا شيء جميل جدا. هذه طاقة إيجابية مضافة كدرسلها للناس من خلال هذا الفيديو هذا، وخصوصا الناس اللي محيطين بها. لكن الأهم من هذا الشيء هذا كامل أنها خرجت فائزة ومنتصرة على المرض، كملت حياتها، كملت الشق المتبقي من أهدافها وطموحاتها، ولا زالت كتطمح للمزيد من الأشياء، المزيد من الأمور اللي كتشوفها هي بمثابة دين على الرقبة ديالها. خاصها تأديه، خاصها توصل رسالتها قبل ما تغادر هذه الحياة. فمن هذا المنبر كنبغي نقول لك هنيئا لك أيتها البطلة، انتينا رمز للطاقة الإيجابية، انتينا رمز للقوة ورمز للأمل لبزاف ديال الناس المصابين بمرض السرطان. ككلمة أخيرة خليونا نكونوا يد واحدة، حيث في الاتحاد قوة.